يمثل المكون العسكري في التفاوض الذي تمه؟ القيادات العسكرية العليا هي قائد الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع. نعم، هم كانوا الاثنين بيجوا يتفاوضوا. نعم، نعم، هم يعني هم بأشخاصهم، يعني ما كانوا بيمثلوا عنهم آخرين. بأشخاصهم كانوا هم الطرف في هذا التفاهم الذي نعم، حدث. هذه المعلومة غريبة، يعني تتنافى تماما مع الحديث المتصدر القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة الذي تحدث عن أن لا تفاوض مع القوى السياسية ولا تفاوضات ثنائية تجمع، وأن لا يمكن تشكيل حكومة بدون توافق القوى السياسية. يعني لماذا كان ينكر هذه اللقاءات؟ هل اتفقتوا على أنه تظل هذه اللقاءات في فترة من الفترات طي الكتمان ثم تخرج إلى العلن بعد أن تكتمل الطبخة تماما؟ لا، هو الإعلانات هذه ربما كانت في فترة سابقة لهذه التفاهمات. في الأول كان الموقف كده، ونحن يعني في حقيقة الأمر نحمد للقيادات العسكرية العليا ما نعتبره الانحياز الثاني لمطالب الثورة. هم انحازوا لمطالب الثورة في وقت الاعتصام في 11 أبريل بإزاحة المخلوع نعم، والاستجابة لشعارات الثورة ومطالبها، انحازوا في ذاك الوقت، وطبعا حدثت تبعات وانقلاب وانتهاكات وفض اعتصام. هذا نعم، حدث في ما بين هذا وذاك، ولكن نحمد لهم أن الذي حدث الآن هو ليس تفاهم مع جهة سياسية بعينها، لأنه أنا زي ما قدمت في كلامي نعم، هذا الاتفاق ليس اتفاقا فيه مصلحة لأي من طرفيه، لا القيادات العسكرية ولا قوى الحرية والتغيير. نعم، هذا الاتفاق يحقق مصالح ومطالب الشعب السوداني، ولذلك هذه ميزته. وأنا أعتقد هذا هو الذي يعني قد يتجاوب مع منطلقهم الأول، إنهم ما دايرين يحصل تفاهم واتفاق مع فئة سياسية بعينها. نحن لا نعتبر هذا التفاهم وهذا الإعلان الإطاري وخريطة الطريق التي وضعها والقضايا التي يعني أعلن أنه سيطلع بها في الفترة القادمة، القضايا الأربعة، وهي مسألة إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وفي قضية توحيد القوات التي تحمل السلاح في البلاد، نعم والوصول لجيش مهني قومي واحد. نعم. في